قلت انا عانيت يعني مع الام ديالي، يعني مره كتبغي مره ما كتبغيش، خاصها تعرف مع من مشى. كانت وقع لينا واحد التجربه، تلف لينا واحد في تبقال وفريمون دازت علينا. انا كنت ازماتيك، كان عندي مشاكل ديال التنفس، بزاف الحاجات. يعني من عملت جبوله فريمون كان واحد التحسن كبير، فريمون كبير كبير، ما بقيتش كنعمل رابوز وشحال من حاجه. هاد التكنولوجيا وهاد السرعه اللي كاين، فريمون نجبروا راسنا واحد الساعه عندنا 40 عام وكنبانوا بحال 60 عام 70 عام، يعني ما حد عندنا الفرصه نستغلوها. وفريمون واحد الفرحه كنشوفها في المشاركين اللي كيوصلوا، ملي كيشوفوا كما كنقولوا كيشوفوا ديك الحديده، فريمون كتحس بواحد الانجاز فريمون عملوه، وكنكونوا فخورين بداك الشيء. السلام ايوب، صافا كلشي مزيان؟ معك مريم والناس، خلقت في طنجه وتربيت في طنجه. نورمالمون اول غوندوني كنت عملتها في حياتي كانت في 2005، كانت ناقشر. من بعد كانت العين الزرقاء، من بعد كنت كنقرا وميم طون كنعمل شي ديزاكتيفيتي بحال هكذا. من بعد ساليت ليتود ديالي تنديك 2011 تعرفت على واحد الجروب غير بيناتنا دي زامي، بقيت كننظم ليهم دي فواياج اورغانيزي غير اونتر نو. من بعد تكونتاكت معايا انس ديال امودو فاميلي واقترح لي انني نضم ليهم، بلوس هو كان كينظم رحلات الجبليه وبلوس انني شافني كنعمل رحلات المدن، قال لي يمكن هذه تكون اضافه لامودو. قلت اوكي، يعني كنت كنخدم اون باراليل من اثنين الجمعه، وانا صراحه في الاول نتها غير كهوايه يعني كمتنفس انني نخرج في الويكاند. صافي واحد الساعه جبرت راسي حتى انا تبليت بالجبال، وفريمون جبرت ديك الرياضه اللي فريمون كتعاون بزاف الناس. وحاجه اخرى انني تلاقيت بزاف ديال الناس من طنجه ومن خارج طنجه، وكنشوف كيفاش ان هذيك العزيمه والاصرار باش يوصلوا للقمه، يعني هذا كان واحد الحافز بالنسبه لي انني نكمل في هذا الميدان هذا. لا ما غاديش نقول لك ان كانت القضيه سهله في الاول، يعني انا قلت انا عانيت يعني مع الام ديالي، يعني مره كتبغي مره ما كتبغيش، خاصها تعرف مع من مشى. يعني واحد المرات كنوصلوا حتى كنبقاو نرغبوا عافاك عافاك، يعني ماشي ما كانش في الاول ماما انا نسافر كتقول لك زيد، راه ما يمكنش. يعني سورتو الاب ديالي انا كان توفى في 2010، يعني دائما ديك النظره ديال الام وسورتو ماما عندها غير البنات، فهمتي؟ يعني كيبقى نظره العائله، يعني مثلا كنت غير كنسافر الا حطيت غير شي بوست فيسبوك كيعيطوا لها، فهمتي؟ من بعد شويه بشويه، يعني سورتو من كتشوف الام ديالك انك كما كنقولوا مقيده براسك وما يضحك لك حتى شي واحد، وكتفكر راسك بزاف د الحاجات. يعني مثلا بالنسبه لي بحال انا اخوتي، اني الوحيده اللي كنت كنقدر نسافر، وبحال كتحس اني يعول علي، فهمتيني؟ يعني نقدر نسافر تعيط لي مره مره، بالعكس بحال خوتي ملي كيسافروا ولا شي حاجه ديما بالتليفونات ولا، يعني كتبقى كيفاش الواحد كيشوفك واش قد المسؤوليه ولا لا. كانت وقع لينا واحد التجربه، تلف لينا واحد في تبقال وفريمون دازت علينا كان الخطا ديالنا وكان الخطا ديال المشارك، ما غادي نلوم حتى شي واحد. الحمد لله على لطف الله جبرناه. يعني كنتفكر غير ديك ست ساعات ولا سبعة ساعات اللي ما عارفينوش فين هو. كنت كنقول صافي ما غاديش صراحه ما غاديش نزيد في هذا الدومين، سورتو كان الثلج كيطيح وكانت واحد كان الجو ماشي، يعني بزاف الافكار كيدوروا لي في راسي، 20 فكره كتدور لي في راسي على داك السيد فين مشى، واش وقعت له شي حاجه، هاد الثلج غادي تطمر بالثلج. المهم من بعد الحمد لله لقيناه وهضرنا معاه. بالنسبه للجبال كاينين قمم ديال الشمال تقريبا واحد 70% اللي عملته، كاين جبال اللي عاودتهم بحكم اننا مثلا كنحطوا شي برنامج هاد الويكند كيكون عليه طلب الاسبوع الموالي، يعني ضروري خصك تعاودو وتلبي داك الطلب. مثلا بحال جبل تيزيران يعني كنظن فايتها اكثر من 30 مره، كاين جبل القرع عندي شي 15 مره فيه، جبل موسى شي اكثر من 25 مره، كاينه جبل تيدغين واقيلا شي 6 مرات ولا 7 مرات. وبالنسبه للجبال حنايا على حسب الطقس، يعني ما كنعرفوش التوقعات اللي غادي يكون، كاين شي جبال اللي ما نقدروش نمشيو ليهم في الشتاء ولا في الثلج والعكس، يعني مثلا بحال جبل تيزيران نقدروا نمشيو له في اي وقت، يعني الشتاء الثلج حيت المسار ديالو غابوي ما فيهش ريسك ما فيهش الحافه ولا شي حاجه. كاين شي جبال اللي ما نقدروش نعملوه مثلا بحال تيسوكا، مثلا بحال صفيحه الثلج، هادو كيكون فيهم الريسك
وسورتو تيسوكا كيكون طويل يعني في النهار ما تقدرش تعملو. الناس كيقولوا ان المراه بلاصه ديالها غير الكوزينه، شنو ترد عليه؟ الكوزينه والصفار بجوج بهم، الصفار مع الكوزينه تا هو مزيان. اش غنقول لك، هاد ما نلومش الناس اللي كتهضر بهاد العقليه، حتى العقليه متوارثه. يعني من حكم شحال هادي ان غير مرات الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا خديجه كانت تاجره، يعني هادشي ما عرفتش علاش ما تكملش. مي الحمد لله دابا كنشوفوا زعما في 2020 2021 يعني ما بقاش الفرق. اللي باقي عنده واحد العقليه كنقول عنده عقليه قديمه. بيان سور المراه عندها مسؤوليه بالحق، بدون اننا ما نهمشوا حاجات اخرين. يعني الراجل ما كيقول بلاصه الكوزينه، كاين اللي كيقصدوها بجوج المعاني، يعني ان المراه خصها تحمل المسؤوليه ديال الدار، وكاين اللي كيقول ان المراه خصها تكون في الكوزينه ما تعمل حتى شي حاجه، ما تعرف يعني غير طيب وتجمع ما تخرج ما تدخل. هذا هو مي عنده هذه العقليه كنقول له الله يسمح لك. قبل كورونا في شهر 7 اللي كان قبل كورونا كنت خدامه في واحد اجونس دو كوميونيكاسيون تقريبا حياتي كامله وانا خدامه، اون باراليل كنعمل رحله دام ودو سبت والحد. مي واحد الساعه صافي كملت 30 عام، قلت صافي 30 صافي ناخذ واحد لا ديسيزيون اللي غادي تحكم لي في شحال من حاجه في حياتي. وقلت غادي نختار يا اما ما بين انني نبقى خدامه من اثنين جمعه، او لا نكون ليبر في ديك لا سيمين ونخدم غير السبت والحد ونركز ونزيدو نكبروا عائله امود. صافي بقيت كنفكر قلت صافي هذه هي الفرصه انني نخرج من داك الروتين ديال العمل 9 الصباح، شي واحد شي باترون فوق راسك، يعني ديك الشيء ما بقيتش صراحه ما بقيتش قاده عليه. قلت صافي غادي نركزوا في يعني تقريبا من شهر 7 وانا مركزه غير على لي فواياج. وعدينا كنخرج ديك الساعه يعني بلوس انا وانس اللي هو معايا، تفرغنا انا وياه بجوج بينا، يعني ما كنخدموش في وسط لا سيمين، رجعنا كنخرجوا دي فواياج بريفي في وسط لا سيمين، كنخدموا رجعنا كنخدموا السبت، رجعنا كنخدموا الحد. يعني ما بقاش عندنا داك القضيه ديال ما يمكنش نعمل شي بروغرام حيت انا خدامه، او نوض نعمل شي شهاده. يعني رجع عندنا الوقت كامل مركز غير على لي فواياج اورغانيز. لانيولاسيون او الالغاء، هذه واحد الحاجه اللي فريمون خايبه، وخص الناس يعرفوا اننا ما حتى كنقرروا عمليه الالغاء الا بصح فكرنا بجميع الحلول باش نلغيو. يعني بعض المرات كيكون الالغاء اننا مثلا ما كيكملش لينا العدد الكافي، يعني مثلا شحال من مره خرجنا من رحله يعني التكلفه ديالها والناس اللي ماشيين يلاه جات تقريبا ماشي مشكل نقدروا نزيدوا من عندنا شي حاجه، ما نكونوش خاسرين 100%. مي الا كان مثلا العدد قليل ومقارنه مع لي شارج ديال الرحله كاين واحد الفرق كبير، ما يمكنش ندي واحد 5 الناس ولا 6 الناس. شحال من رحله اللي خرجنا مثلا ب 11 12 وكان يلاه تقريبا يعني حدو قدو، وخرجنا وضحكنا ودوزنا، يعني ماشي الذنب ديال ديك الناس اللي حق من كيكون واحد الفرق شاسع ما بين لي شارج والمشاركين، راه صراحه ما بيدناش. اول حاجه شريو الصباط ديال روندوني ونوضو خرجوا، ماشي بالضروره جبل، ماشي بالضروره انكم تمشيو مع شي اجونس، واخا غير داك حيدوا غير الهكز. يعني الطبيعه راه واحد الحاجه اللي خصنا فريمون نرجعوا لها، وبنادم نساها فريمون نساها، يمكن مع الروتين ديال الخدمه، يمكن انه كيجي عيان. مي الحاجه اللي كنقولوا انه واخا تجي عيان، بشحال الناس كتعمل الرياضه من مور الخدمه حتى هو كيكون عيان بحق، فريمون كيحس بداك الراحه اللي كيحس بها من مور ما كيعمل ديك التمارين الرياضيه. عندك السبت ديالك، عندك الحد ديالك، حاجه تقيل الناعس في الدار. شي انا بالنسبه لي غير تنوض وتقدر في الدار احسن لي من انك تبقى ناعس. بالنسبه لي انا كنت ازماتيك، كان عندي مشاكل ديال التنفس بزاف الحاجات. يعني من عملت جبوله فريمون كان واحد التحسن كبير، فريمون كبير، ما بقيتش كنعمل رابوز بشحال من حاجه، كانت اقل ريحه كتخنقني. دابا كما نقولوا داكشي تسرح. يعني الناس اللي عندها مشاكل ديال التنفس على برد، بحكم اننا كنفوتوا بعض المرات في درجه الحراره ناقص في شي جبوله، يعني تاقلمنا هاد الرياضه، رياضه المشي، رياضه الجبال، رياضه ديال انك غير تخرج وتامل في الطبيعه، راه شي حاجه فريمون بزاف. والحاله اللي وصلنا لها حاليا مع شنقول هاد التكنولوجيا وهاد السرعه اللي كاين، فريمون نجبروا راسنا واحد الساعه عندنا 40 عام وكنبانوا بحال 60 عام 70 عام، يعني ما حد عندنا الفرصه نستغلوها. يعني شحال من حاجه كتوقع من مور قبل
مول الكواليس ما كيعرفوهاش لي بارتيسيبون. يعني بالنسبه للمشارك راه كيشوف انا الفواياج داز يمكن كيقول هادشي ساهل، راه فريمون فيها واحد الخدمه اي فريمون كبيره. واخر حاجه هي ديك المسؤوليه اللي كتكون اللي كتكون عندنا تجاه الناس. يعني خصني كيف ما جاوا عندي مثلا في 6 الصباح خصني يرجعوا نشطانين نشطانين وفيهم النعاس وعيانين. لا رجعوا مسالمين، يعني ما حد واحد لي بارون وثقوا فينا وصيفطوا لينا ولدهم ولا بنتهم خصنا نرجعوا لهم كيف ما هي. يعني فهمتيني، يعني هذيك المسؤوليه ديالنا، ما خصنيش يتلف شي واحد، خصني دائما حاضيه دائما وكنسهر على الراحه ديال المشاركين وانه يدوز لهم البروغرام مزيان. ما كنهضرش على اللي غادي يعيا، هذيك عادي. يعني الهدف ديالنا هو اننا نشجعوهم حتى يوصلوا للقمه. وفريمون واحد الفرحه كنشوفها في المشاركين اللي كيوصلوا ملي كيشوفوا كما كنقولوا كيشوفوا ديك الحديده فريمون كتحس بواحد الانجاز فريمون عملوه وكنكونوا فخورين بداك الشيء. شكرا ايوب على الاستضافه، تبارك الله عليك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.